كان العدوان الثلاثي وقتها، نعم كان العدوان الثلاثي وقتها ايوه مظبوط. ده بعد بابا. انا هكملك باختصار شديد. في اكتوبر 52 كانت الثوره قامت والسفاره اتقفلت واستدعيت الى مصر ورجعت مصر. رجعت في هذه الحاله، انا مسافر ب 100 جنيه. انا لما كنت موظف في الخارجيه كانوا ب 26 جنيه. 26 جنيه هيعملوا لي ايه وانا كنت اتجوزت وخلفت؟ فاضطريت اعود تاني لوكالات الانباء، واشتغلت في جريده المصري في اخر ايامها 8 اشهر الاخيره. ثم استدعيت من قبل الرئيس جمال عبد الناصر. عبد الناصر اني اساهم في وكاله الانباء. طب وقتها يا استاذ محمد بقى تغييرات كامله، تغييرات في السياسات، في التعامل، تفاصيل اخرى، كيف تعاملت كصحفي مع النظام الجديد وقتها اللي هو وقت الرئيس جمال عبد الناصر، كيف تعاملت؟ شوفي، كلنا يا مصريين كنا تغيرنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كلنا، كل الشباب بدأنا نتعلم وبدأنا نخش جامعة وبدأنا ما نقبلش ما هو حاصل في مصر. بدأنا نثور. الثورة لما قامت 52 ما قامتش بس على المجموعة القليلة، لا كلنا ثوريين.